أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج ملف الرقيب. كما في كل أحد وثلاثاء سنكون معكم من الآن وحتى الساعة 12 من بعد لقاء جديد من برنامج ملف الرقيب. طبعا دائما تحياتنا لكل اللي بيسمعونا عبر شبكة ملف الرقيب. طيب إذن تحياتنا لكل اللي بسمعونا عبر شبكة ملف الرقيب من غزة راديو ألوان، الخليل راديو الرابعة، بيت لحم راديو مواب، صوت السلام من القدس، صوت المدى من أريحة، صوت الغد من بدية، حياة أفهم من نابلس، راديو كل الناس من طول كرم، راديو زين من جنين، ومعكم في بث حي مباشر من استديوهات صوت الحرية من رام الله. اليوم حلقتنا شوي بجوز دمها مش خفيف على الكثيرين، حول موضوع أزمة المواقع الإلكترونية وشو ممكن نعمل خلال الأيام القادمة. يبدو صار في تخوفات حول موضوع المواقع الإلكترونية والصفحات، طبعا صفحات الفيسبوك اللي ممكن تتعرض للقرصنة أو ممكن يعني يصيبها شوية شظايا من القصف الإلكتروني الموجود حاليا على المواقع الإسرائيلية. فخلينا نشوف إحنا وياكم وين رح نكون خلال الأيام القادمة. طيب على هامش الحلقة اليوم معنا أكثر من موضوع، لكن موضوعنا الرئيسي هو المواقع الإلكترونية. معي في الاستوديو الخبير في المواقع الإلكترونية أمجد حمارشي، أهلا وسهلا. أهلا بك. ورح يكون معنا على التوالي بعد خمس دقائق من الآن عطوفة وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري، وبعد الفاصل رح يكون معنا محمد التميمي مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية. على هامش الحلقة اليوم راح نكون بتواصل، وقبل شوي كنا متواصلين مع الأخ صلاح العليان أمين عام مجلس الوزراء حول شبابنا اللي بيشتغلوا في الأمن في مجمع فلسطين الطبي واللي تم فصلهم بشكل مفاجئ. إن شاء الله يكون في أخبار طيبة لهم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. احنا متواصلين مع مجلس الوزراء من حوالي أسبوع وإن شاء الله بيسمعوا أخبار طيبة. إذا قدرنا بعد الفاصل منكون مع صلاح العليان أمين عام مجلس الوزراء. طبعاً بشكر كل الجهود الجبارة اللي تمت في محافظة الخليل لإلقاء القبض على حازم بدر. حازم بدر تم إلقاء القبض عليه من خلال محافظ الخليل، طبعاً بتهمة الولاء للأخوة المواطنين في الخليل، بتهمة يعني سعيه الدؤوب والمشكور لإعفاء سكان تل رميدة من ضريبة الأملاك. طبعاً هو يعني تم إلقاء القبض عليه إيجابياً وبشكل جيد. احنا كنا متواصلين اليوم مع حازم ومنطمن الاخوه اللي بيراجعونا من موضوع عشان موضوع تل رميده
إن الموضوع الآن يعني قيد العمل، وإن شاء الله تعالى في بحر الأسبوع القادم راح يكون كتابنا جاهز لرئيس الحكومة لنشوف إعفاء حقيقي لكل سكان تل الرميدة من ضريبة المغادرة. هذا الملف صار له حوالي 4 أشهر على طاولة ملف الرقيب، فشكرا للأخ حازم بدر وكل الشخصيات الرسمية والغير رسمية اللي عم بدعموه في هذا التوجه لإعفاء سكان تل الرميدة من ضريبة الأملاك. نذكر كل الأخوة اللي بتوجهوا لأي مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو بلديات أو غرف تجارية أو بنوك أو أي جهة كانت، إذا بتدفع أي رسم، إذا بتدفع أي عمولة، إذا بتدفع أي مبلغ أي قيمة، راسلنا عبر صفحتنا على ملف الرقيب، لأنه في هناك بعض الرسوم يبدو ما إلها نص قانوني. واجبنا في ملف الرقيب إن نشير لهاي الرسوم، ورح نتساعد معكم بدعمكم ومساندتكم ليتم إلغاء أي رسم مفروض على المواطن بصورة غير قانونية. ملف الأجورة وعدناكم طبعا مش راحين ننساء، وقريبا راح تشوفوا عبر صفحة السفير الاقتصادي تقرير مصور بالفيديو لمدة ساعة كاملة، بما في ذلك زيارة لبعض المصانع لنورجي المسؤول اللي بعت لي وبقول لي انه الأجورة بتضر بالاقتصاد الوطني وبتضر بصحتي وبصحتك يا عطوفة المسؤول كمان، انه هذا الحكي غير صحيح على الاطلاق، واثبتناه من خلال زيارة ميدانية لبعض المنتجات اللي ممكن نحصل عليها باسعار اقل مما هي عليه الان ب20% على الاقل، وبيجي عطوفة المسؤول في سلطة النقد بيقول لي إنه الأجورة أو التداول بالأجورة بضر بالاقتصاد الوطني وبيؤدي لخسائر فادحة. خلينا نشوف هاي الخسائر بعد ما نشوف هذا التصوير اللي تم بالتعاون مع الزملاء في تلفزيون وطن، وراح ينزل على صفحتي السفير الاقتصادي بعد أيام، وبرضه بنزل لكم على صفحة ملف الرقيب على الفيسبوك. أمجد حمارشي كيف حالك؟ بدردش الصبح أنا وعبيدة الزاهدي وأنا وهند والشباب تعرف الفنيين في موضوع المواقع الإلكترونية شو بده يصير. يعني هلا والله أنا قاعد يعني صار لي 4-5 سنين بشتغل على الموقع نصبح ملقوش اللي هو في خبر كان، يعني في شوية هواجس أكيد في تخوف، في شوية هواجس لدى الناس، يعني الآي بي الإسرائيلي ما هو لزق بالفلسطيني، يعني في النهاية إذا بتيجي هو هناك أنا وياك إلا ما نتصاوب فيها 100%. فارتأيت يعني من باب التغطية لهذا الأمر حقيقة وجود مخاطر على المواقع الفلسطينية بصورة عامة. هل هناك حقيقة أي خطورة على هاي المواقع تتصاوب بهالحرب الإلكترونية؟ في الواقع هو أكيد في خطورة، الخطورة جاء من جهتين، من هاكرز إسرائيلي يبدأوا بمهاجمة المواقع الفلسطينية، وهذا حدث بالأمس موقع الخدمات الطبية الفلسطينية في قطاع غزة. نعم صحيح تم صحيح اختراقه ووضع علم إسرائيل عليه. صحيح. وهذا الجانب الهاكرز الإسرائيلي. الجانب الآخر اللي هو الهاكرز المجهولين اللي في العالم اللي بيهاجموا المواقع الإسرائيلية، يمكن ما يقدر يميزوا بين المواقع الفلسطينية والمواقع الإسرائيلية ويتم مهاجمة المواقع الفلسطينية. يعني الهجوم هو من مصدرين، راح اللي ماخذ هلا دوت بي اس يعني مغطي حاله، واللي ماخذ دوت كوم ممكن يتورط، ولا فيش فرق بين الاثنين؟ ما في فرق، يعني انه يعني هي لها علاقة بالحظ، انه يمكن هذا المهاجم من جنوب افريقيا ما يعرف انه هذا موقع فلسطيني او موقع اسرائيلي فيبدأ بمهاجمته. هاي الفكرة. وعادة يعني هاي من مصادر الهجوم. يعني لما أنا بدي هاجم الموقع مش بداية بعرف شو طبيعة هذا الموقع؟ لا هلا هذا إشي بدخل عليه مثلا بشوف لغته بشوف لمين ولا يعني ما لا لا عادة خلص. لا في مواقع بتقدم باللغة العبرية، يعني عندها واجهة باللغة العبرية بتكون مواقع فلسطينية، يعني ما في أي مشكلة، أو الواجهة الإنجليزية. وجزء من المواقع الإسرائيلية واجهت يعني الخدمة بتكون اللغة الرئيسية اللغة الإنجليزية. يعني هاي مصادر الهجوم. هل هذا المواقع الفلسطينية مهددة بالخطر؟ هذا بيعتمد على الموقع نفسه من حيث البرمجة والأنظمة الحماية الموجودة على الموقع. فهذا هو له علاقة بأنظمة الحماية، كل موقع له درجة حماية معينة. بس فكرك يعني هل كل شيء وارد؟ يعني هذول جماعة خبراء في أكيد 100%، يعني لا ظل عندهم حماية، عم بدخل على مواقع حكومية بعتقد أنها أعلى حماية من موقعي ولا موقعك ولا أي موقع آخر.
ومواقع محصنة للمعلومات اللي فيها للشكل اللي فيها إلى آخره، لمين بتعود؟ المواقع لحد الآن اللي تم اختراق المواقع الإسرائيلية نحكي، في منها حكومة، في منها مواقع أمنية تابعة لجهات إسرائيلية أمنية، وفي مواقع شخصية يعني بشكل عام، وهي يمكن درجة الحماية عليها بتكون قليلة، لكن واضح إنه الهجوم منظم وفي ناس يعني الهاكرز عارفين شو بيشتغلوا، يعني بيهاجموا مواقع إلها أنظمة حماية معينة. خلينا نحكي ما في إشي آمن محمي 100% على الإنترنت، مهما كان، ما دام أنت معرض لشبكة الإنترنت وموقعك موجود على الإنترنت فأنت معرض، ما في إشي سكيور 100% على حتى المواقع. لو تخبيت يعني ولا يعني ما فيش مجال 100%. الحل الوحيد إنك تنزل شبكة الإنترنت وتنزل هالسيرفر وتقول أوكي خلاص سكرنا، وهذا طبعا مش ممكن. هذا هو الحل الوحيد اللي موقع ما بده يتضرر، إنه نزل تيرن أوف للسيرفر عنده ونزل داون للويب سايت، هذا هو الحل الوحيد حاليا إذا بده ينفذ من هال إذا بده ينفذ. يمكن الهاكرز اللي بيهاجموا هاي المواقع يمكن يتعرض الواحد موقع مثلا لهاكرز مستواهم نفترض انه متوسط يعني، او ما بيستخدموا اساليب متقدمة جدا في عملية الاختراق، فاذا كان موقعه فيه نوع من الحماية معينة حماية اساسية ما راح يتعرض موقعه، ما في خوف عليه. طيب خلينا نروح على وزارة الاتصالات ولا مش حابة تروح؟ اوكي نروح. يلا عطوفه وكيل وزاره المواصلات اتصالات سليمان الزهيري، مرحبا يعطيك العافيه. يا هلا فيك ولك ولضيفك وللمستمعين. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله على سلامتكم يا سيدي وسلامه مواقعنا. كيف امورك؟ الله يخليك. يعني انت شفت اليومين الماضيين كان في شويه مخاوف في الشارع حول قضيه المواقع الالكترونيه والهجوم الالكتروني على المواقع الاسرائيليه، يعني تقديرك وكما اسلف زميلنا امجد حمارشي اللي بيحييك برضه، هل هناك فعلا يعني في اي احتياطات من طرف وزارة الاتصالات، او شو ممكن نحكي للاخوه اللي عندهم مواقع، شو ممكن نحكي للناس بصوره عامه؟ طبعا هنا مش بنحكي بس على اللي عنده موقع، كمان الناس كلها مستفيده من هاي المواقع، بتطلع على اخبار، في لها مشاركات، في لها امور بتخصها، في لها الى اخره، فهل تقديرك في اي اجراءات من وزارة الاتصالات ممكن تحول للتخفيف من وطأة هذه الـ يعني الـ الاضرار اللي ممكن تلحق فينا، ولا يعني منقول خلاص هلا الشباب شادين حيلهم ولا يعني ما ناكل لنا كم من ضربه؟ لا ولا يهمك. تفضل. اول شيء خليني بس اعطي ملاحظه قصيره على الموضوع، انه الهجوم الحالي هو امتداد لسلسله من الهجمات اللي تعرضت لها المواقع الاسرائيليه منذ اشهر. اخر هجمه كان يعني اثرت على المواقع الاسرائيليه ونزلت حوالي 700 موقع. لكن ما يميز الهجمة الحالية هي تضافر الجهود لكل الهاكرز في مختلف دول العالم، وبالتالي اللي يميز الهجمة الحالية هو الاتساع الجغرافي للانطلاق لها هكذا هجمات. الجانب الآخر إنه العنوان عنوان فلسطيني بالآخر، يعني هو يعني قرأنا كثير عن الإنذارات منذ أشهر لهذه الهجمة، يعني أحد القضايا اللي كانت توجه للحكومة الإسرائيلية، أنتم ما زلتم مثلا تنتهكون حقوق الإنسان ولم تتوقفوا عن بناء المستوطنات ولم تظهروا أدنى احترام للقانون الدولي، فالقضية مرتبطة في الموضوع الفلسطيني. من هنا تأتي مخاوفنا أنه الهاكرز الإسرائيليين وحلفائهم أن يقوموا بردات فعل سريعة، والحلقة الأضعف للأسف الشديد هي الشبكة الفلسطينية، على اعتبار أنه ما عندناش بوابات دولية، وكل الإنترنت وكل تأتي من خلال إسرائيل، وبالتالي من ليس صعبا عليهم أن يقتحموا المواقع الفلسطينية. لهذا السبب احنا في وزارة الصلاة تقدمنا بمشروع قرار لمجلس الوزراء منذ عام تقريبا، وتم إنشاء ما يسمى بفريق أمن المعلومات. فريق أمن المعلومات وضع مجموعة من السياسات وتم تعميمها عن مزودين الخدمات للتقيد فيها، ولكن احنا فاهمين انه كما بفهم اخونا امجد انه هذا الموضوع لا مجال للربح فيه، في قضية مهما حصنت هناك دائما اسلوب او وسيلة لاقتحام هاي التحصينات، وبالتالي احنا بالمقارنة مع اسرائيل او مع امريكا او مع اوروبا لا نساوي شيء بمعنى الحماية للأنظمة، ومع ذلك تقتحم هذه المواقع الإسرائيلية أو الأمريكية أو الأوروبية. إحنا تقريبا
طول الليل. طبعا أنا بعتقد أنه الهجمة لسه متوقف، بالعكس ضروتها المفروض تكون اليوم. إحنا بالليل كنا متابعين لجميع مواقعنا وخاصة الحكومية منها، كنا حريصين على أنه دائما كل وزارة يكون عندها نسخة بديلة عن يعني احتياط، وبالتالي كان إذا تعرضت أي موقع نظهر في على طول نطلق الموقع الآخر في الحاسب الحكومي. في عندنا موقع تم السيطرة عليه اللي هو موقع الخدمات الطبية العسكرية في غزة، وظهر عليه علم إسرائيل أو نعم. يعني بالمجمل يعني مثل ما حكى أخونا أمجد، يعني إحنا أسوأ الاحتمالات، يعني إحنا يعني بمجال الخدمات الإلكترونية لسه متأخرين جدا، يعني لا نقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية عن طريق شبكة العنكبوتية، خاصة فيما يتعلق في الإي بيمنتس أو القضايا الترانزاكشن في موضوع المالي، وبالتالي حجم الخطر علينا أقل بكثير من أي دولة أخرى وخاصة زي إسرائيل. يعني المقدر خسائر إسرائيل راح تكون بالمليارات إذا استمرت العملية، ولكن في الموضوع الفلسطيني راح تكون أقل بكثير. النقطة الأخيرة اللي بحب أكد عليها أن الهجمة هي على المواقع وليس على الإنترنت. هناك قسمين عندنا في الإنترنت، في جزء بيجيبه من شركات إسرائيلية، قد تلجأ إسرائيل، وهذه خطوة متقدمة جدا وصعبة على إسرائيل إنها تقوم بوقف الإنترنت، وبالتالي راح تكون خسارة وخاصة في البورصة بالمليارات، وبالتالي لا أعتقد أنها راح تلجأ لهذه الخطوة إلا إذا انهارت جميع المواقع لديها. في هاي اللحظة ممكن تتأثر بعض المواقع، بعض الشركات الفلسطينية اللي بتأخذ مباشرة انترنت من شركات الإسرائيلية، ولكن هناك عندنا برضو شركات فلسطينية بتأخذ على اي بيز فلسطيني مباشرة من أوروبا، عاملة على تعاقدات، وبالتالي يأتيها الانترنت من شركات أوروبية عبر إسرائيل طبعا، بس ولكن مباشرة إلى فلسطين عن طريق اي بي فلسطيني. هذا الغير متوقع أن يتأثروا في اي إشكالية في موضوع الانترنت في إسرائيل. نعم، حتى اللحظة وصلكم أي ملاحظات من أي مواقع فلسطينية؟ لا، احنا متابعين الموضوع من لحد اللحظة، الانترنت ستيبل يعني مستقرة، المواقع الفلسطينية صامدة، في بعض المحاولات القليلة على المواقع، ولكن أنظمة الحماية صدتها، لأنه أصلا ما يعني أنا مش شايف أنه في استهداف حقيقي للمواقع الفلسطينية حتى اللحظة. أمجد بتحب تضيف شيء؟ لا، يمكن ما تفضل سيد محمد أنه بالنسبة للمواقع الفلسطينية تحديدا، احنا معظم المواقع الفلسطينية ما بتقدم خدمات مالية، مثل باستثناء بعض البنوك الفلسطينية اللي هي في عمليات الترانزاكشن والحوالات المالية الموجودة، مثل البنك العربي، بنك فلسطين وإلى ذلك من البنوك. عدا عن ذلك بقية المواقع الإلكترونية هي بتقدم خدمة معلوماتية أكثر من كونها تتعلق بحياة الناس مباشرة. يعني لو توقفت البورصة نفترض السوق المالي، يعني ما فيها الأهمية كثير، يعني راح تكون بس الضرر هو راح يكون على الموقع نفسه، على البرمجية، على السيرفر، ويمكن استعادته مباشرة يعني. وهي فهذا هو الضرر المحصور علينا إذا تم استهداف فقط المواقع، لكن إذا تم استهداف البنية التحتية نفسها، مثل ما حدث قبل عام تم تعطيل شبكة الإنترنت، كان هناك هجمات منظمة، دانيال أتاكس، هي مسمين دوس أتاكس، هاي كانت أثرت على شبكة الإنترنت، تم تعطيل شبكة الإنترنت تقريبا بشكل كلي في فلسطين. هلا بالنسبة للمواقع واضح إنه في هناك عملية استهداف، إحنا موقع جوبس لاحظنا بآخر يومين في هناك عملية محاولات، هي برامج إحنا اللي لاحظنا إنه في ارتفاع في وتيرة البرامج بتحاول تدخل على السيرفر من عنا على الموقع، لكن أنظمة الحماية يعني المفروض تكون موجود على كل موقع كان يصدها، يعني يتم حجبها مباشرة وسكرها. الملاحظة الثانية اللي لاحظته إنه مش مواقع مش من إسرائيل الهجوم بيجي، الهجمات على المواقع الفلسطينية من خارج إسرائيل بتكون مفهوم. مش آي بيز إسرائيلية. طيب بدي يعني أستغل بس معنا ثلاث دقائق مع الأخ سليمان الجهيري، تقديرك هذا ممكن يوحي لنا عطوفة وكيل وزارة الاتصالات يعني يكون في إجراءات قادمة في المستقبل لو تكررت العملية مرة ثانية، يعني كإجراءات خلينا نقول إنترنتية وقائية إذا صح التعبير؟ إيجابي إنه طبعا مجلس الوزراء أيضا في أسبوعين صدر قرار في إنشاء السيرت، وهو مجموعة عمل راح تكون هدفها حماية المواقع والشبكة والإنفراستراكشر الفلسطيني، وإحنا بصدد تشكيلها، وبالتالي لدينا على فكرة خبرات فلسطينية في القطاع الخاص، خبرات متقدمة جدا وهي يعتد فيها حتى على المستوى العربي،
وبالتالي لا تنقصنا الخبرة في المجال. هناك طبعا الإشكالية الوحيدة اللي عندنا هي الإجراءات الإسرائيلية القاسية بحق الشركات الفلسطينية التي تمنعها أحيانا استيراد بعض التجهيزات الفنية للشبكات الفلسطينية، أجهزة وكذا. الجانب الآخر للأسف الشديد اللي هو أنه البوابات الدولية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما هو الطائف التردد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضايا بتضعف من قدرتنا على التعامل مع هكذا هجمات في المستقبل. ومع ذلك مثل ما حكيت أن فلسطين لا ينقصها الكفاءات والماهرة والمدربة ولديها الخبرة الكافية للتعاطي مع هكذا هجمات في المستقبل. طيب شكرا جزيلا عطوفة سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات، يعطيك العافية. الله يخليك. طيب أمجد، في قضية صغيرة مبارح أنا لاحظتها وهي ريت نحذر الناس منها، عم بوصل بعض الأخوة خاصة على الفيسبوك إنه هاي قائمة بالمواقع الإسرائيلية اللي تم استهدافها، وطبعا الناس غالبا عندها حب استطلاع فبيعمل كليك بيضغط على الرابط. البعض بيحذر انه ممكن يكون في هناك فيروس او يكون في هناك فخ بهذا الموقع. صحيح انا ضغطت عليها. مدى صحة هاي المعلومة؟ يعني فعلا المواقع اللي تم اختراقها، تم نشر بعض المواقع اللي تم اختراقها ما كان فيها مشاكل، يعني انه اوكي مخترق مبين، لكن التخوف اللي صار انه قبل أسبوع بدأت إسرائيل بنشر فيروس من خلال روابط ارسال رسائل على الفيسبوك. هذا الرابط هو عبارة عن فيروس هناك، هذا هو. فصار هناك لبس بين هاي المواقع اللي تم اختراقها ونشرها على الفيسبوك. لكن بشكل عام نوع من الوعي، ويكون نوع من عند الواحد هو أفضل حماية، مثل ما بيحكوها الوقاية خير من قطاع يعني العلاج. يضغط ولا ما يضغط؟ ما يضغط، ما يضغطش على المواقع. أي رابط مجهول غير معروف المصدر مش متأكد منه، الشخص ما يضغطه، ما يضغط عليه. بشكل عام هاي أفضل طريقة إنك ما تنصاب بأي فيروس أو ينزل لجهازك، يسرق حساب الفيسبوك الأكاونت اللي إلك أو وصلتك رسالة على البريد الإلكتروني. يفضل دائما ننصح إنه إذا ما كان هذا الشخص مجهول أو الرسالة غير متوقعة من أي مصدر، يعني ما بتوقع إنه من طلعت يبعث لي إيميل إحنا حاكين فيه موضوع معين، أوكي بفتحه. لكن إذا هذا الشخص رسالته غير متوقعة وتحتوي على ملفات، يفضل إنه ما يضغط ويتم تجاهل. وهذا بيصير يبدو بصورة موسمية بغض النظر عن الظرف الحالي. الظرف يعني الحالي هاي ممكن بتصير عادة كل أسبوع أو ثلاثة. يوميا هاي يعني موجود. بس ارتفاع الوتيرة. بيجيك رسالة بعنوان من طبعا شخص المفروض إنه يعني على الميلينج ليست عندك، على القائمة عندك. صحيح. بس بعنوان أنت لا تتوقع. لا تتوقع ولا. فهو غالبا هذا يعني. بيكون هو عبارة عن فيروسات، تروجنز، سبام بنسميهن، إيميلات غير مرتبطة بالمواضيع اللي يعني انت ما لك علاقة فيها. فالأفضل انه يتم تجاهلها، ما يثير هذا حب الفضول عند الناس، ما يكون موجود على الانترنت، على الفيسبوك، بالإيميلات. الفضول اللي عند الإنسان ما يدفعه انه يفتح المواقع. واللي سيدي مصر على الفضول بده ياخذ هدية، ياخذ هدية على أجل. طيب احنا بدنا نطلع بفاصل خمس دقائق لبرنامج ملف الرقيب. بعد الفاصل راح نتواصل ان شاء الله مع امين عام مجلس الوزراء حول قضية الشباب اللي لجؤونا من مجمع فلسطين الطبي وتم فصلهم، 26 موظف أمن وخدمات. إن شاء الله بيكون في أخبار طيبة لهم اليوم إذا قدرنا. ونتواصل برضو بعديها مع مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية محمد التميمي. فاصل ونواصل. الرقيب أكبر برنامج إذاعي هادف عبر 10 محطات إذاعية في فلسطين. هل لديك مشكلة مع أي مؤسسة؟ اتصل الآن وتوصل إلى المسؤول. ملف الرقيب برنامج إذاعي اقتصادي هادف يعتمد على التقصي ورصد الممارسات السلبية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها. يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 11 صباحا عبر الإذاعات التالية: راديو ألوان من غزة، الرابعة من الخليل، موال من بيت لحم، صوت السلام من القدس، صوت الحرية من رام الله، صوت المدى من أريحة، صوت الغد من بدية، كل الناس من طول كرم، حياة أف أم من نابلس، وراديو زين من جنين.
ملف الرقيب يأتيكم بالتعاون مع شبكة فلسطين الإخبارية PNN، موقع شو بدك من فلسطين، موقع بكرة، موقع جوبز للتوظيف، صحيفة غرفة التسوق، وصحيفة السفير الاقتصادي، الراعي الإلكتروني، صفحة بحبك يا نابلس على الفيسبوك. للمشاركة في البرنامج أرسل رسالة قصيرة إلى الأرقام 0595-023-999 و0568-600-200 أو شارك من خلال صفحة ملف الرقيب على الفيسبوك. ملف الرقيب، فكرة وإعداد وتقديم طلعت العلوي، رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي. هذا البرنامج برعاية شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بديك القابضة، ملتزمون بالاستثمار في فلسطين. حياكم الله من جديد، مستمرين معكم في برنامج ملف الرقيب حتى الساعة 12. أصدقائنا في مجمع فلسطين الطبي محمد دوارة والشباب اللي عم بيسمعون الآن، موظفي الأمن والخدمات، انتظروا علينا شوية. الأخ صلاح عليان حاليا موجود في مكتب رئيس الحكومة عشان موضوعكم، بس طولوا بالكم علينا شوية صغير إن شاء الله تعالى. وبانتظارنا احنا كمان حاليا بدنا نحكي مع محمد التميم مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية، برجع لك أمجد حول قضية بعض الإجراءات الأمنية الإلكترونية البدائية. يعني حكينا قبل الفاصل كثير من الناس بيجي أي رابط من أي جهة كانت بيفتح وبيراسل وكذا، سواء كان عبر الموقع تويتر ولا الفيسبوك ولا غيره، أو خاصة عبر الإيميلات. هذه يعني حكينا فيها بشكل بسيط. قضية يعني الإجراء الأمني التقليدي العادي لأي موقع. محمد معنا صدام، طيب نروح لمحمد على الداخلي ولا تكشروا على الداخلي؟ أوكي. يلا نروح على الداخلي. يلا محمد التميم مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية، مرحبا. مرحب يعني. مرحب فيك عبر برنامج ملف الرقيب، أنا وزميلي أمجد حمارشة. أهلا وسهلا. بصفتك مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية، إحنا كنا والله قبل شوي مع سليمان الزهيري
وكيل. وانا كنت انا وياه هلا حتى انا جاي من الاجتماع هلا من وزاره الاتصالات. طيب يعطيك العافيه. شكل الامور حاميه الوطيس. نعم صحيح. شو عم بتحضروا شو عم يعني بتسوي؟ يعني بالكل بتصور معظم الدوائر الفنيه والطواقم الفنيه في الوزارات عمالها على يعني بحاله طوارئ. في احتياطات اتخذتوها في شيء؟ المفروض انه كل وزاره يعني ما اخذت احتياطاتها الخاصه. وفي احتياطات على مستوى الحكومه بشكل عام. ممكن نطلع على بعض يعني هاي الاجراءات اللي عم بتصير؟ هلا احنا نحكي يعني انت زي ما تذكر كان في هجوم قبل حوالي 4-5 شهور. نعم نعم. وما زالت المواقع الاسرائيليه تهاجم من فتره طويله حتى الان. هلا احنا في رئاسه الوزراء يعني اخذ بعض الاحتياطات وبعض القرارات بهذا الموضوع. للاسف اني طالع عشان فيش كهرباء طالب. شكلك على السادس. طيب يلا وين وصلت؟ اي طابق وصلت هلا؟ السادس. يعني وصلت مكتبك ولا لسه؟ هيني وصلت المكتب. طيب لو قلت لصدام الله يسامحك كان رنين عليك بعد ساعه. مش لا مشكله. مش مشكله خلاص. طيب يلا. هلا انا زي ما حكيت لك انه مجلس الوزراء اتخذ بعض القرارات. كان في انشاء الفريق الوطني لامن المعلومات. فهمت انه يوضع يعني سياسات خاصه بكل معايير امن المعلومات في المؤسسه الدوله. نعم. هلا تم تشكيل او بناء يعني الموافقه على بناء اللي هو البال سيرت لو فريق فلسطين للاستجابه لامن لطوارئ امن المعلومات. هلا احنا جميع الوزارات لا اخفيك يعني انه يعني احنا مش في مأمن من هذه الهجمات لانه احنا اللي بنخاف منه اللي هي الهجمات المضاده من قبل الاسرائيليين علينا. هلا كل العالم بيهاجم في اسرائيل، اسرائيل بتهاجم الفلسطينيين. هلا ما في اي وسيله معينه للحمايه الا انه احنا في بعض المعايير الخاصه اللي اتخذناها في نفس الوزارات. نعم. يعني انا بحكي لك انه في المفروض انه احنا يعني كل الادمنز، انا بحكي لجميع الادمنز انه انتبهوا في عندهم فاير وولز. الفاير وول ما بيحميك لحاله. المفروض انه يقرا اللوج الموجود على الفاير وول، يعرف من وين مصدر التهديد، شو هو التهديد، شو طبيعه التهديد. بالاضافه انه تغيير الباسوردات، انه الواحد ينتبه مش إشي بسيط. يعني الموضوع شائك وموضوع كبير، وفي يعني أعطينا محاضرات في هذا الموضوع. المفروض أنه يكون في توعية كاملة لكل اللي هي قطاع الاي تي بالإضافة لقطاع اللي هي الناس المواطنين العاديين. الاي تي يعني إحنا بنقول أكيد لهم مصادرهم ولهم يعني مذاكراتهم في هذا السياق. المواطن العادي تقديرك يعني خاصة احنا بنحكي عنه تقريبا 1,000,000 يوزر هلا على الفيسبوك. صحيح. وما في مواطن تقريبا من العمر 10 سنين وطالع الا وله حساب على الايميل غالبا يعني. صحيح. نقول شو الاجراءات الاولية تقديرك اللازم ياخذها؟ الامور البدائية والعادية جدا يعني من كلمات مرور، من طبيعة الايميلات اللي ممكن يستقبلها او كيف يفتح صفحته، شو ممكن يعمل باجراءات بسيطة وعادية. والمفترض عفوا يعني إذا بتوافقنا رأيي إنه هاي يعني بداية المفترض كل فترة إحنا كل شهر شهرين ثلاثة نغير كلمة المرور يعني، أو نحاول على الأقل نقرأ لنا مادة حول موضوع الأمن المعلومات وأمن المواقع الإلكترونية والأخرى. كمواطن عادي شو بتحكي له بصفتك مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية؟ أنا بكل بساطة بحكي لك إنه الباسورد زي ما حكيت أنت القواعد الأمنية المعروفة هي بشكل عام يجب اتباعها. للصغار أنا بتصور الأطفال الصغار إنه للأسف في جزء كبير من أطفالنا الصغار عندهم فيسبوك. المفروض إنه الأهل يتولوا مسؤولية الإشراف والمتابعة. ما يفتح أي موقع، أي برنامج بيجي على الإيميل، مش مجرد إنه يفتح وخلص نفذه. بتجي صورة للعبة لشغلة معينة أو اربح معنا ما يضغط عليها. يعني هي أمور توعوية المفروض إنه الأهل يتابعوها مع أهلهم. مع أولادهم. المفروض كمان نحكي إنه في برامج توعوية لنفس الأهل بهذا الموضوع. الشغلة مش بس زي ما حكيت أنت غير الباسورد وامشي. الشغلة يعني أبعد من هيك. للأسف إحنا الفيسبوك كل يعني الجميع يمكن يستخدم أسماء وهمية مجرد عشان يلعب أو يضيف أو يكتر اللايكس أو المشاركين معه في الفيسبوك، بضيف كمان يوزرات إضافية وهمية. الأمور هاي كلها يعني بدها متابعة، بدها الأهل يكونوا على دراية وأوسع مع أولادهم شو اللي بتم عندهم. أنا بفترض أنه يكون يعني إن ما ننزل البرامج اللي هي الغير محمية اللي هي البرامج اللي كراكت اللي من السوق. شغلة تانية كمان أنه لازم يكون في عليه أنتي فيروس. حتى هلأ المستوى ارتقى، مش بس أنتي فيروس، إنترنت سكيورتي صفاك.
أكبر من أنه يكون فقط انتر فيروس أنتي فيروس. يعني هاي أمور لازم يجب على كل أهل أنهم يستخدموها، تكون موجودة على الكمبيوتر على اللابتوب الموجود عنده في البيت عند طفله عنده، زي ما قلت أنه هو يتابع له. المفروض أنه ينعمل أكاونت تاني على الكمبيوتر، يعني أنت تعرف أن الكمبيوتر من حد ما تفتحه بكون بوضع اللي هو المدير الكمبيوتر أو الأدمستريتر، المفروض ينعمل أكاونت تاني للاستخدامات الخاصة بالتانيين. هلا في شغله ثانيه انه يعني الحكومه المفروض انه وزاره الاعلام او الميديا بشكل عام انها تباشر لهي الامور، لتعمل ندوات، تعمل ورشات عمل توعويه للمواطنين. يعني احنا ما بنحكي بس قطاع الاي تي اللي هو في البلد، قطاع الاي تي حتى نفسه بده كمان يعني ريفرش، يعني دائما هاي المعلومات بدها ريفرش. الامن بشكل عام مش انه خلص انا بوصل لهي المرحله وانتهى انا سكيورد صرت امن. الامن في يعني في تطور، في تطور كبير. أمن المعلومات، أنت عندك دول يتم اختراقها، يعني دول وما بتحكي دول بسيطة اللي هي متقدمة تكنولوجيا بشكل كبير جدا يتم اختراقها. فبالدليل إيش هذا؟ إنه في عدم، ممكن إنه في عدم متابعة من الأدمستريتر نفسه أو مدير الموقع نفسه للتكنولوجيا وأمن المعلومات اللي قاعد بصير. يعني في عنا ثقافة، المفروض في أمن يكون في ثقافة الاستخدام، مش بس سياسات الشغلة، في ثقافة لاستخدام الكمبيوتر اللي هي حسن استخدامه، حسن استخدام المواقع، دخول المواقع الكويسة مش المواقع اللي ممكن تكون مشبوهة. يعني في أمور كثيرة، يعني أنا بقول لك إنه المفروض إنه الحكومة والإعلام إنه يأخذ دوره، مؤسسات القطاع الخاص كمان اللي بتنشر الأنتي فيروس أو اللي بتنشر يعني اللي بيكون وكيل للأنتي فيروس المفروض يعمل ندوات للمواطنين، توعوية للمواطنين إنه شو يعني، إنه مش بس أنا بدي أشتري أنتي فيروس عشان أحمي حالي أو مجرد عشان أنا كشركة أبيع، لا، المفروض إنه للأسباب التالية 1 2 3 4 يجب إنه يكون في عندك أنتي فيروس، يكون عندك أنتي سباي وير، إنترنت سكيورتي، يعني بشكل عام لحماية الأسرة والمواطنين. مفهوم. أمجد تفضل. مثل ما ذكر الأخ محمد، هي الأساس هي الوعي. نعم. والوقاية من افضل من الانتي فيروس قبل كل شيء، انه يكون الانسان واعي. وعي الناس كيف استخدام الانترنت اللي هي يعني خلينا نحكي هيك، كثير من المواقع اللي غير معروف مصدرها او شو طبيعه عملها بتم دخولها، باللحظه اللي تم دخولها نزلت الفيروسات والبرامج التجسس على هاي الاجهزه. فوعي الناس انه كل هاي المواقع فقط يكون هناك مواقع معروفة شو طبيعتها، ليش بتشتغل، مين يقف خلف هاي المواقع، هذا بكون أفضل آمن. يعني هو يبدو بعض المستخدمين، وإذا بتوافقنا رأي أخي تميمي، يعني بيدخل على الموقع بدون ما يأخذ بعين الاعتبار، أنت لما دخلت على موقع تماما كأنك ماشي في حي، خلينا نقول هيك ماشي في حارة وفيها أبواب كثيرة. صحيح. بعض الأبواب بعناوين واضحة ومعروفة أنت عارف هذا مين وهذا مين، وبعض الأبواب مجهولة ومع ذلك بتفتح وبتدخل ولا تدري ما في الداخل. يعني واضح أن البعض بتعامل مع الموضوع لأن القضية قضية اضغط وخلاص. خلينا يعني نحكي لك يعني لا يدري شو في مواقع بعد. انترنت يعني حاليا البرامج الاختراق وصلت لمرحلة أنه بمجرد دخلت موقع أنت أصبح جهازك مصاب انفكتد. نعم. وصل يعني بمجرد دخلت في مواقع، دخلت على هذا الموقع وتصفحته أصبح جهازك مصاب. صحيح. الناس انه يكون في عندهم حمايه في الانترنت سيكوريتي، هذا مهم، يعمل بلوك لاي شيء، حجب لاي شيء منزل على جهازك. وفي نقطه مهمه مثل ما تفضل الاخ محمد اللي هي موضوع نوع اليوزر المستخدم اللي بيستخدم على هذا الجهاز، انه ما يكون عنده صلاحيه ادمنستريتر او مدير الحاسوب. يفضل انه يتم يكون جيست اللي هو الضيف. الجيست هو بيعطيه صلاحيات محدوده، فاي برنامج بيحاول ينزل على الجهاز بكون الأثر فقط على هذا الحساب أو بمنعه. صلاحية الكمبيوتر مدير إذا داخل وأصبح جهازك مصاب، أنت أصبت نظام التشغيل والجهاز كله مع الحسابات الأخرى. فهي مهمة النقطة هاي بالنسبة للناس، لكن بالنسبة للمواقع الإلكترونية خلينا نحكي مثل ما حكيت في البداية، هي بترجع لحماية النوع السيرفر نفسه، بترجع لطبيعة برمجة الموقع، هل هو يتم فحصه يعمل ابديت للبرمجه الموقع كل فتره. صحيح. باتشز ينزل له، وهذا مسؤوليه الاي تي، وهي مرتبطه بشركه الاي تي اللي قدمت 100%. طبعا طبعا. وللاسف انه هذا الشيء مش موجود عندنا، يعني مش ما في قليل جدا من المواقع اللي بتكون بعمل هذا الشيء، انه تعمل تحت انه هذا دور خاص كمان في هذا الموضوع.
القطاع الخاص لازم يتحرك في هاي الأمور، إنه مش أنا بس مجرد بوفر لك الويب سايت، ببني لك الديزاين في ساعة أو في يوم وبروح وبعطيك إياه وبروح. للأسف معظم الشركات يمكن أنها تستعمل في إشي جاهز بلت إن أو ريدي ميد تمبلتس. التمبلتس الريدي ميد أصلا بانينها من برا ناس، يعني ممكن فيها ثغرات، ممكن مش معمول لها باتشينج ولا أبديتس أصلا للثغرات الموجودة فيها. هاي برضو مسؤولية نرجع الشركات والوعي العام انه لازم يتم تحديث. يعني انا ما بدي احكي على قطاع الحكومة شو الامور اللي قاعدة بتصير، ولكن المفروض انه يكون في يعني انتروجين تيستس، يعني يتم انه عمليات محاكاة للاختراق. هاي لازم يتم يعني لمعظم المواقع. انا مش عارف كيف يعني ممكن تنحل هاي الامور، لانه هاي الاصول يعني بدها موارد، بدها توعيه، بدها امور كثيره. الامور ما بتنحل في مجرد لقاء على الراديو او لقاء على التلفزيون، بفترض انه في لازم يكون في ورشات توعويه من قبل القطاع العام، من قبل القطاع الخاص، من قبل خبراء امن المعلومات في البلد. يعني في شركات كثيره عندها خبره في هذا الموضوع، بتصور لازم يعني نتحرك بشكل جماعي معهم، انه تعالوا نوعي نفسنا، نوعي مواطننا، نوعي الطفل الموجود في البيت شو المخاطر اللي قاعده بتتم، شو التهديدات اللي بتصير علينا. للاسف انه احنا يعني ممكن نكون بكل بساطه الكمبيوتر اللي عندك او اللابتوب اللي عندك في البيت انه يكون هو جزء من الهجوم على شبكتنا او على شبكه ثانيه. للاسف الهاكرز لما يدخل على كمبيوترك، مش بس انه بيدخل على كمبيوترك عشان يخرب كمبيوترك، ممكن انه يستغل نفس كمبيوترك للهجوم على كمبيوترات أخرى أو مواقع أخرى. يعني هاي الأمور يعني بتصفي أنت في الديستريبيوتد، يعني من نمط أنك أنت الهجوم الموسع، الهجوم الشامل. أنت ما بتعرف في البيت أنه كمبيوترك هو قاعد بضرب في غيره كمان. والله يا عم محمد شغلي يعني مش يعني لا الشغلة طبعا مش مريحة يعني مش لا يعني أنا بكلامك أنت والله تهيألي بدي أنزل أشتري خوذي هلا. لا 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 مش وألبش يعني واقي صدر، يعني الواحد صفى الدنيا كلها حرب. بدي أحكي لك يعني إحنا ناقصين يعني كوريا الشمالية بتهدد صحيح، والوضع بسوريا ما أنت شايف ما شاء الله، وإسرائيل ليل نهار بتعتدي علينا وأسرانا. يعني الوقاية دائما يعني كمان يعني شيء. كمان أنا صرت شاعر إني أنا في ساحة حرب وانا قاعد يعني بذاكر يعني مع اصحابنا على الفيسبوك، ولا قاعد يعني خايف اي واحد يطلع لي يضربنا فيروس ولا يضربنا شغله ولا يعني كلامك صحيح. كلامك صحيح يعني. هي بنحكيها احنا سايبر وور اصلا، يعني هي حرب الكترونيه صحيح. لكن احنا بنرجع طب احنا كفلسطين تحت احتلال يا سيدي، يعني يعني خفوا عنا احنا ناقصين. لا ما احنا مش ناقصين يعني طلع هي اللي الفكره انه هي الهجمات اللي بتصير هي بشكل يومي وليس بهالنوع. نعم صحيح بس هي الان يبدو يعني هي مركزه ومدروسه ومنظمه ومركزه، وواضح انه الاعلام كان يعني نوع من ليش نحكي نوع من التضخيم. هذه نقدر نسميها محمد الحرب العالميه الثانيه الالكترونيه ولا الثالثه ولا الثالثه الالكترونيه. هل هي الفكره انه مثل ما حكى السيد زهير في البدايه سليمان زهير انه العنوان فلسطين، فاصبحت الكراسنة الاسرائيليين يهاجموا المواقع الفلسطينيه كرد، يعني بدل ما يهاجموا موقع مثلا في جنوب افريقيا بدهم يهاجموا المواقع الفلسطينيه. هل انا قاعدين نفكر يعني مثلا عندنا على الموقع ناخذ اجراء حمايه كمؤقت شو ممكن اللي يعني هو بالنسبه لنا كموقع يعني انه نقوم بحجب اسرائيل من اي مواطن اسرائيلي الاي بيز الاسرائيليه ما تدخل مواقعنا اذا ما كان في استخدام لها. هذا الشيء بيرجع لتقييم للوضع انه هل احنا بحاجه انه يدخل الاسرائيليين على الموقع اللي نمتلكه. اذا كان ما في حاجه او ما كان في استخدام لهم اوكي ما في مشكله انه يتم حجبه بشكل مؤقت اسرائيل بشكل كامل انهم يعني اجراء احترازي كاجراء احترازي يعني مثلا اجراء تكتيكي ولا لا اخي تميمي اجراء تكتيكي ولكن احكي لك اكثر. للاسف انه في يعني في بعض شركات الانترنت الموجوده في البلد او المزودين هم نفسهم بياخذوا من مزود اسرائيل. نعم لا اخ ولكن انا محمد احنا بنحكي على المواقع وليس على الانترنت. اذا لاحظنا الهجوم اللي قبل حوالي 8 شهور كان للاسف كان من خارج يعني مش من اسرائيل صحيح 100% يعني دائما الهاكرز بيستخدموا زي ما حكيت لك انه كمبيوترات او مواقع مصابه للهجوم. ممكن يكون في الصين، ممكن يكون في ايطاليا، ممكن يكون في اوروبا، يمكن يكون في نفس فلسطين يهجم 100% صحيح. يعني هلا احنا بنحكي سايبر يعني اللي هي انترنت بشكل عام مش محدوده.
محمد يعني المفروض انه في مواقع يعني مثل موقع الخدمات الطبيه اللي تم اختراقه من بغزه, يعني اذا كان اسرائيل المصدر او من خلال اللوك فايز اللي موجوده على السيرفر بتعرف من مصادر الهجمات, لا باس انه يتم وقف هاي الدول يعني حجبها بشكل مؤقت. يعني مثلا عندنا على الموقع مثلا عندنا على السيرفر بنلاحظ انه معظم الهجوم بيجي من امريكا والبرازيل والصين, فموقعنا ما بيقدم خدمه لهاي الدول, فلا يعني ما في مشكلة إذا كان في ذروة هجوم يتم حجبها بالكامل لا بشكل تكتيكي لمدة يوم يومين عبين ما تنتهي الأزمة. هذا كلام صحيح. أنا بتصور يعني هاي هي الفكرة إنه بتعرف ذروة الهجوم إنه الأفضل إنك تنحنش, الإنسان بينحني شوي لما بتعرض لهجوم قوي وقاسي جدا لا عبين ما تخف الأزمة. هذا بيعتمد سيدي معلش بيعتمد وين موجود الموقع اللي انت بتحكي عنه اللي بدك تحميه, هل هو هوستد في شركة ولا موجود في نفترض في نفس زي وزارة الاتصالات اللي هي مركز الحاسوب الحكومي اللي تقدر تسيطر على هذه الموضوع. اما اذا كان في شركة ممكن انه من الصعب انه يقدر يتعامل او يعمل بلوك لهذه العناوين. المفروض أنظمة الحماية هي بشكل عام حاليا للمواقع الإلكترونية توفر من خلال الفاير وولز انه تكون في حجب بناء على الدولة. صحيح هذا يعني كلام. بشكل عام المفروض انه المواقع الكبيره انه موجود عندها يعني الادوات, يعني في خطوات استباقيه ممكن نحضر 100% معظم الوزارات بفترض انها يعني يكون في نسخ احتياط صحيح في حاله صار هجوم على موقع. نعم. وبخصوص المواقع الالكترونيه اخي محمد اللي يعني اللي عنده موقع اخباري اللي عنده موقع لشركته الاخيره كل هذا بيرجع لشركه الاي تي اللي قدمت له هاي الخدمه. صحيح. بدايه هي المسؤوله عن امن هذا الموقع مش هيك؟ نعم صحيح. يعني هو كصاحب موقع الان بسمعنا ما عنده اي اجراءات ممكن يعملها لا يعني. ممكن يتوجه لهم مباشره بمخاطبه مباشره لهم انه شو مجال الحمايه اللي انتم حاطينه عندكم ما هو الليفل شو مستوى الحمايه اللي موجود. وبصوره عامه تقديرك في عندنا هيك شيء احنا بشركاتنا انا بتصور نعم في بعض المزودين الحمايه متطوره لأنه هذا طبعا بتشكل يعني كلف زيادة عليه أو نعم بعدين لازم يعني إنه في عنا سياسات اتخذتها وزارة الاتصالات وإحنا كفريق في هذه اللجنة الأمن المعلومات إنه يكون في شروط ومعايير وسياسات على مزودي الخدمة إنهم يأخذوا بعض معايير الأمان مش بعض معايير يعني في مستوى معين من الأمان لازم يتخذوه في أجهزتهم وسيرفراتهم حتى إنهم يستطيعوا يقدموا الخدمة لهذا الناس. وأنا بقول لك إنه إحنا يعني في متابعة كاملة في فريق كامل يعني في حركة من سنة وجاي في حركة كبيرة في هذا الموضوع في مجال أمن المعلومات على مستوى الحكومة إنه تتبع حتى على نفس المؤسسات اللي ماخذة ترخيص نفس الاي اس بيز اللي مزودين الخدمة اللي ماخذين ترخيص إنه شو مستوى الليفل الحماية اللي عندك انت كمان. وبنفس الوقت أخي محمد يعني قديش ولا ما عندنا تقدير أو إحصائية حول نسبة المواقع اللي بتاخذ الاي بي اللي نسميه العنوان الإسرائيلي يعني ماخذيته من أصل إسرائيلي؟ والله هاي بتصور خل ممكن هاي كلها عند وزارة هي لأنه هذا يعني خلاص إذا هو تحصيل حاصل إذا هو تحصيل حاصل أي بي إسرائيلي يعني خلينا نحكي يعني المواقع الإلكترونية ما بتأخذ من أي بي إسرائيل خلينا نكون هيك احنا بناخذ الخدمة الانترنت من اسرائيل. صحيح. بالاغلب المواقع الالكترونيه في اغلبها في فلسطين موجوده هي مستضافه في امريكا او بعض السيرفرات المحليه بعض الشركات اللي بتزود خدمه الاستضافه المواقع, لكن اغلبها خلينا نميز بين الانترنت كانترنت وبين المواقع. صحيح. المواقع اغلبها موجوده في خارج فلسطين. فالفكره انه تراجع هاي شركه الهوستنج هل في شو انظمه الحمايه الموجودة عندهم ومثل ما حكيت الباتشز للسيرفر نفسه للبرامج للسوفتوير اللي بيشتغل عليها الموقع بالإضافة للموقع نفسه. نصيحة للمواقع الإلكترونية الفلسطينية تحديدا المستضافة في الخارج إنه يعني ما ينظروا للسعر, يعني خلينا نحكي كل شيء بثمنه. بدك نظام موقعك يكون محمي معين له نوع من الحماية النسبية المفروض إنك تدفع عليه. هلا ما بنفع الدولار والدولارين بالسنة أو بالشهر إنك تدفعهم وتحكي بدي حماية 100%. هاي الشركات أكيد ما بتوفر هذا الإشي. صحيح. يعني هذا في على مستوى المواقع هو بجوز نرجع للي ذكره محمد التميمي إنه يعني دور هاي الشركات كمان المزودة بفلسطين إنها تحكي مع أكيد مي في يعني المفروض الاتفاقية الشركات يعني قدمت لها خدمات وتراجعها وتقول لها شو عندي الحكومة تدخل بالإجراءات هل بتفرض عليها سياسات معينة أنظمة الحماية اللي أنتم موجودين اللي هو كنوع من حماية المستهلك اللي هو بالنهاية أنا عندي موقع مستضاف وهذا مش موجود حاليا مش في كل مش بكل في مواقع شركات بتحترم نفسها يعني بالنهاية بتكون يعني بهذا
هذا الموضوع. نعم احنا معنا دقيقة لو سمحتك. طيب نقطة تانية, انت جبت سيرة المواقع انه مش بس العاتق الامن المعلومات او امن الموقع يتم على كاهل الشركة المستضيفة او المزودة, كمان نفس الشيء اللي هي المبرمج يعني اللي قام ببناء هذه الموقع في مستويات معينة من أمن المعلومات لازم يتبعها أثناء بنائه لهذا الموقع. صحيح. يعني في لغة البرمجة لازم يكون دقيق يكون واضح في بعض الأمور اللي بوضعها اللي تحد من الاختراق. صحيح. يعني هاي لازم تكون كمان في أثناء تطوير البرنامج تكون ماخذ بعين الاعتبار اللي هو أمن المنظومات أو أمن البرامج وقواعد البيانات. مفهوم. صحيح. مفهوم. شكرا جزيلا عطوفة مدير عام الحاسوب في وزارة الداخلية محمد التميمي, وإن شاء الله سيدي تعدي هالغارة على خير. إن شاء الله. إن شاء الله. وكان يقولون زمانات خذ الأرض لما بصير شغلة زي هاي, خذ الأرض يعني خذ احتياطاتك. لا إحنا ماسكين السلوك. يعطيك ألف عافية محمد التميمي. شكرا. شكرا. أمجد حمارشي مدير موقع جوبس برضو شكرا, يعطيك العافية وجودك معنا. وإن شاء الله سيدي إحنا يعني خذنا انتفاضات كذا وحروب. ما تحملنا كم من إصابة. مش فارقة معنا يعني فمهما كانت. إذا وقفت على بعض موقع ولا موقعين اوكي يعني انه يتحملها. وما حكينا في البدايه انه المطمئن نوعا ما انه المواقع الفلسطينيه بشكل عام هي مواقع بسيطه جدا بتقدم معلومات اكثر من كونها بتعتمد حياه الناس بتعتمد عليها بشكل كلي. يعني انه اوكي تم باستثناء بعض يعني البنوك البعض المهمه جدا انه بجوز في عندنا هلا فئه شبابيه يعني اذا يعني بتنقطع عنده المي والكهرباء بقولش لا بس ينقطع عنده الفيسبوك. فيسبوك يعني بتوقف يعني بتوقف هو الفيسبوك اذا اخترقوه مش مشكله مش انه يعني اللي جماعته اصحابه يديروا عليه. شكرا جزيلا امجد حمار. شكرا جزيلا شبابنا في مجمع فلسطين الطبي, احنا لسه متواصلين مع مجلس الوزراء لسه امين عام المجلس مطلع عشم الاجتماع, وان شاء الله اذا في خبر طيب منقولكم إياه اليوم تحت الهواء أو منطلع مع بعض إن شاء الله يوم الثلاثاء مع بعض. وإن شاء الله بترجعوا على وظائفكم وعلى مكاتبكم سالمين سالمين غانمين. رح نكون معكم إن شاء الله تعالى الثلاثاء القادم بنفس الموعد في برنامج ملف الرقيب. هذا طلعت علي ويحييكم والسلام عليكم. ملف الرقيب أكبر برنامج إذاعي هادف عبر 10 محطات إذاعية في فلسطين. هل لديك مشكلة مع أي مؤسسة؟ اتصل الآن وتوصل إلى المسؤول. ملف الرقيب برنامج إذاعي اقتصادي هادف يعتمد على التقصي ورصد الممارسات السلبية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها. يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 11 صباحا عبر الإذاعات التالية: راديو ألوان من غزة, الرابعة من الخليل, موال من بيت لحم, صوت السلام من القدس, صوت الحرية من رام الله, صوت المدى من أريحة, صوت الغد من بدية, كل الناس من طول كرم, حياة أف أم من نابلس, وراديو زين من جنين. ملف الرقيب يأتيكم بالتعاون مع شبكة فلسطين الإخبارية PNN, موقع شو بدك من فلسطين, موقع بكرة, موقع جوبز للتوظيف, صحيفة غرفة التسوق, وصحيفة السفير الاقتصادي, الراعي الإلكتروني, صفحة بحبك يا نابلس على الفيسبوك. للمشاركة في البرنامج ارسل رسالة قصيرة إلى الأرقام 0595-023-999 و0568-600-200 أو شارك من خلال صفحة ملف الرقيب على الفيسبوك. ملف الرقيب فكرة وإعداد وتقديم طلعت العلوي, رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي. هذا البرنامج برعاية شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بديكو القابضة. ملتزمون بالاستثمار في فلسطين.